احنا اتعلمنا في حاجه اسمها سبلمنتري، حاجه اسمها كومبلمنتري. السبلمنتري كل ما لاقي ستريت لاين وعامل انترسكشن مع ري او تو ري، على طول يا مستر ادي الستريت لاين، هبتدي اطلع اب واشوف انا معايا كام انجلز 1 2 3، فاقول له دول كلهم الصم بتاعهم كام؟ 108. جميل، انا معايا السيمبل ده، السيمبل ده معناه ايه؟ 90. ومعايا كمان ايه؟ يبقى دي الميسنج. ممكن يجي يقول لي فايند دي ميجر اوف انجل اي اي دي، او يقول لي اللي هي الميسنج دي كده. حضرتك هتعمل وان ستيب، خطوه واحده بس، ان انا هاجي اقول ايه؟ ماينس وادي البراكت، يا مستر انا معايا 90 ومعايا 40، كل ده يا حبيبي في الخلاط واجيبها. شكرا، لا محتاجة تعب ولا لف ولا دوران، افتكر بس الرول اللي انا علمتها لك. طب تعال نشوف واحدة كمان هنعمل. بيقول لي ان ذا اوبزيت فيجر، مديني هنا السيمبل ده، احنا اتفقنا السيمبل ده معناه ايه؟ ايكوال، يعني انا لو عرفت اي واحدة خلاص عرفت كله، مش كده؟ نرجع بقى ونقول تاني ده ايه؟ يبقى على طول all angles، all angles drawn above the straight line equal 180. عشان دول بيمثلوا لي excellent. يا 180 انا معايا منك ايه؟ 60. يبقى اول حاجه اعمل ايه؟ ها؟ 180. ايوه minus 60. حلو خالص، equal يا مستر اهي 120. السؤال بقى، هل انت تقدر تقول لي each of them اي واحده منهم equal كام؟ لا. الله، علشان الايكوال يبقى يا مستر انا هاجي اخد ال 120 واعملها ديفايد 3 ايكوال كام؟ 40. يبقى ايتش انجل ايكوال 40 ديجري. كلام جميل، وخد ودي وانت بتحل الهوم ورك، اتعلم ان انت تحل اورال الاول قبل ما تمسك القلم. هديل انا بسجل، خد بالك، الله يسامحك. راجل برضو بيكلمني على ستريت لاين، ببتدي اسال هاو ميني انجلز دروين باي الستريت لاين والتو ريز 1 3، وعشان ده ستريت لاين يبقى كلهم ايه؟ سبلمنتري. شكرا، كلهم ادجيسنت سبلمنتري. يبقى ال 180 هعمل لها ايه الاول؟ ماينس مين؟ عشان انا معيش غير منهم 1. الريميندر 80 اعمل لك ايه بقى يا حاجه؟ بس عندي مجموعه ستيتمنت تجيني كومبليت او تشوز، عايزه فهم مش حفظ. مجرد ان انت تقرا كلمه كومبليمنت معروفه ان دول سم اوف تو ادجيسنت انجل 90. حلو الكلام. لو انا اديتك ديجري سي 40، بلاش 40 يا مستر عشان ما نحفظش، 60 ديجري، يبقى الكومبلمنت بتاعتها هتعمل ايه؟ ها؟ 90 ماينس ايكوال كام؟ 30. حلو خالص، يبقى انا لما ادي لك ديجري واقول لك كومبلمنت هتقول 90 ماينس. افرض الراجل ده حب يهزر معاك ما ادالكش خالص ديجري. تعالى نفهم بقى، الانجل دي اللي هي 60 التايب بتاعها ايه؟ شكرا يا مستر، تعالى نكتبها هنا. والانسر اللي طلعت لك برضو لو سالتك عن التايب هتقول ايه؟ شكرا. يبقى احنا متاكدين ان الاثنين دول مع بعض كومبلمنت، هنشيل بقى الديجري باي باي، ويجي يقول لك ايه بقى؟ كومبلمنت اوف اكيوت انجل. ايه الانسر بتاعتك؟ بس يبقى لو جابها لي ديجري 90 ماينس، ما جابش ديجري واداني بالتايب يبقى الاكيوت تعمل كومبلمنت مع ايه؟ اكيوت. في مشكله؟ لا. طب حب يهزر تاني، راح جاي بدل الغلبانه دي وراح قايل لي زيرو انجل، يا ترى الكومبلمنت بتاعتها تبقى ايه؟ فكر وبالراحه. معايا ايه؟ معايا ايه؟ زيرو انجل. الكومبلمنت بتاعتها، الله عليك يا كنزي، يا مستر افهم، يبقى انا هعمل 90 ماينس ايه؟ تطلع لي ايه؟ بس انا عشان بكلمك بالطيب، يبقى انت لما تيجي هنا تكلمني بالطيب.
Right. Excellent. برافو عليك. ايه ده؟ هي خطوة. هو مش عايز منك اكتر من كده. تبقى each of them equal 40 degree. تطلع زي ما تطلع. يا ريت تركز ويا ريت تحل كتير على قد ما تقدر. All the best. مكملين في اللي تشوز. بيقول لي the supplement of 110. طالما انت يا مستر قلت لي سبلمنت يبقى انا اول حاجه تخطر في بالي ايه؟ انا معايا تو ادجيسنت تو انجلز ادجيسنت 180 الصم. معايا وان اوف ذيم كام؟ 180. يبقى يا مستر 110 يبقى دي 180 ماينس 110 ايكوال كام؟ 7. يبقى دي الانسر بتاعتك هنا؟ طب انا بقى عشان افهم اللي جايه فباجي اقول لنفسي الاول ال 110 دي التايب بتاعها يا مستر دي مور 90 وليس يبقى دي اوبتيوس. جميل حلو خالص. تعالى للغلبانه دي التايب بتاعها حلو خالص اكيوت انجل. تعالى بقى نلعب ان انا مش هدي لك الديجري واجي اقول لك السبلمنت بتاع الاوبتيوس اكيوت والسبلمنت بتاع الاكيوت ادي ده لو ما جابليش الديجري. راجل بيفهم فلازم يشتغل كده ويذاكر كده. تعال نلعب واحده كمان. لو انا ما قلتلكش اوبتيوز وجيت قلتلك زيرو انجل يا ترى يا مستر السبلمنت بتاع الزيرو برافو عليكي 180 ايكوال كام؟ 180 وال180 الطيب بتاعها انجل. يبقى السبلمنت بتاع الزيرو ستريت انجل مش ستريت لاين. انجل هتبقى زيرو. الله عليك. والسبلمنت بتاع الستريت زيرو. شكرا. زيرو انجل مش زيرو. طب كمان واحده بالمره. لو جاء قال لي الرايت يبقى السبلمنت بتاع الاوبتيوز قلنا اكيوت. طب يا مستر لو قلت لك زيرو انجل فالزيرو بكام؟ زيرو. ولما اقول 180 ماينس إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. الزيرو يبقى كام؟ وال180 الطيب بتاعها؟ شطورة. ويبقى لو قلت لك السبلمنت بتاع الستريت هتبقى زيرو. طب لما نيجي نقول بقى السبلمنت بتاع الرايت ليه؟ أصلا هعمل ماينس 90 إيكوال وال90 الطيب بتاعها يبقى انت بتعود نفسك الكومبلمنت والسبلمنت تلعب معاهم بالديجري وتلعب معاهم بالتايبس اوف انجلز. وصلت؟ اول ذا بيست.